السلام عليكم يا جماعة. اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد. في هذا المقطع بإذن الله راح نلعب مع بعض لعبة WWE 2K24. في هذا المقطع بإذن الله راح نجرب مع بعض الطور الجديد اللي محطوط في اللعبة، وهو طور انك تكون حكم. فراح يكون ان شاء الله شيء جدا رهيب. فالمهم زر اللايك واشتراك معنا في القناة. في نفس الوقت يا جماعة ابيكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا انتم متحمسين معاي ممكن احنا نجرب طور ماي جي ام، اللي هو فكرة انك تكون رئيس عرض، او خلنا نقول يعني مثل انك كانك رئيس الشركه وتسوي مباريات وتصير اشياء. فاذا تبون نسوي راح نسوي ان شاء الله سلسله في هذه القناه اذا تبون الشيء، اذا عادي يعني مو مهتمين ما راح اسوي. المهم خلينا نروح على طول العب ونلعب مع بعض في الطور اللي موجود في اللعبه. فببساطه حاليا راح نروح لاعب ضد لاعب، راح نروح على طول الى مباراه سبيشال جست ريفري. فراح نروح لهذا الخيار وبعدين نختار في اي عرض نبي المباراه هذه. احس افضل شيء ممكن نسويه ان احنا نخلي المباراه هذه في الرسل مانيا في اكبر عرض على طول. فاخترنا على طول رسل مانيا يا جماعه. يلا بسم الله، راح اختار ان انا اكون الحكم، والحين اختار من المصارع اللي انا حاب العب فيه في هذه المباراه كحكم يعني. يلا خلنا نشوف يا جماعه مع بعض. في ستون كولد ستيف اوستن. ستيف اوستن يناسب انه يكون حكم. يلا نختار يا جماعه اي شخصيه فيهم، 2001 ولا 97؟ خلنا نختار 2001 اللي هي اعلى شيء طاقه. بس هي ملابس اصليه، شنو هذا؟ وش هذا؟ دقيقه، ملابس اصليه، لا ملابس حكم مو ملابس اصليه. اوكي خلاص اخترنا على طول يا جماعه، انا راح اكون ملابس الحكم. المباراه خلينا نخليها بين مثلا في كودي رودز النخبه اللي هو عباره عن فقر، وفي كودي رودز العادي. يلا نحط كودي رودز في، شنو الفرق؟ الملابس. اوكي يا عمي ما في فرق بينهم، تستهبل. يلا خلينا نختار حق رسلمانيا. المهم اوكي، واللي بعد راح يكون والله مجهزين الوضع. اوكي ضد رومان رينز. طبعا في كم شخصيه؟ في شخصيتين وفي ملابس هذه وهذه وهذا، هذا ما في ملابس غير. فخلنا نختار جماعه لو رومان رينز الحالي مع ملابس رسلمانيا، اضافه مدير اعمال بول هيمن اكيد يعني راح يكون كمبيوتر، ونضيف معاه سولو اكيد يعني ما يبي لها شيء، ونحط جيمي اوسو. خلاص كملناها يا جماعه، الحفله كامل حطيناها في اللعبه. فبس خلاص خلصنا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، وهذه راح تكون حفله حاليا راح تصير في هذه المباراه. ما حطيت الحزام يا ليل، ما حطينا على الحزام المباراه. مو مشكله عادي. واول واحد راح يدخل، من الاول في الدخول راح يكون هو الحكم، الحكم اللي هو انا ستون كولد ستيف اوستن. فستيف اوستن الحين راح يتوجع على طول، والله داخل بشخصيتي بعد راح يكون جدا رهيب. بس ما عليه خلينا نحط صدقون نروح على ذا روك. يلا ما عليه حطينا يا جماعه ستون كولد ستيف اوستن راح يكون هو الحكم الخاص بهذه المباراه. ايوه يا ساتر يا رب يا ساتر يا ذا ترايبل تشيف راح يدخل الحين. وطبعا انا حاط جايب معاه 70,000 واحد كلهم جايبينهم معاه، ما خليت اي احد. هلا والله، او ماي جاد، شوفوا كيف الدخله تصير، والله نايس. اوكي اما الحين يا حبايبي فوقت المباراه على طول، كودي رودز قدامنا ورومان رينز بعد قدامنا. اما الحين في وقت المباراه جاهزين، روح يا حبيبي طق الجرس. يلا ابتدت المباراة. طبعا احنا عندنا مشكلة، المشكلة ان في عندنا عرض كبير جدا برا الحلبة، فلازم نركز تقريبا مع المباراة. رومان رينز شيل حيلك شوي لو سمحت يعني. يا ساتر. اوه لا 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 تثبيت. يلا انزل. 1 بس 1 يا جماعة ما صار شيء. 1 بس. اوكي خلينا نركز. اوف تثبيت. 1 بس ما فيها هذه. 1 لا اكثر. ايوه رومان رينز ضبط امورك يا طيب، ترى جالدينك جالدينك. المهم لازم احاول ارتب التمركز، الحكم لازم يتمركز بشكل صحيح في المباراه. اي قصدي اوكي روح. زين ايش بيسوي؟ ايش قاعد يسوي؟ عسى ما شر عسى ما شر يا حبيبي، انقلع بس خربنا الزاوية. كيف اصلح الحين هذه؟ اتوقع بهالطريقة. خلنا نصلح بس. يا ليل لعن حوسة والله والله. ثواني يا جماعة قاعد اصلح، ها الثاني بعد قاعد يخرب. يا حبيبي كل واحد قاعد يخرب من جهة. لا تخرب مرة ثانية، لا بالغلط. انزل دقيقة بس خلنا نصلح هذه. دقيقة أقدر أن أطرد وأقدر أن أصلح. صلح يا حبيبي، إيه تعبتوني.
والله تعبوني هذيلا قاعد يخربون الحلبة طول الوقت، ما بطرد أحد لو سمحت. تثبيت تثبيت. أنا آسف والله ما أدري، قاعد أصلح قاعد أصلح. أنا شكلي بطرد أحد منهم والله، شكلي قاعد يشغلوني. أنا جاي ترى أحسب، بس أنا مو جاي قاعد أصلح الحلبة طول الوقت، بس بروح بصلح على السريع. هذيلا قاعد يتجلدون وأنا قاعد أصلح طول الوقت، والله العظيم مشكلة. أعطيه إيه يجي قال والله العظيم مشكلة، والله العظيم ما أدري إيش أسوي. والله أقدر أطرد، لا ما نطرد ما أطرد. خلنا نكون حذرين مع المباراة. ثواني شوي بس يا إخوان، ثواني شوي بس يا إخوان، ناخذ راحتنا شوي مع المباراة. المهم انزل انزل. إيش قاعد يسويني إيش قاعد يسويني؟ ها ما بطرد أنا، ذبحني هذا، ما بطرد. طالع لي شعار الطرد، ما بطرد أنا، خلاص خلصوني دقايق. هذا بيجي هني يا حبيبي، ترى أشوفك ها أشوفك، ترى جاي طول الوقت هني. أوه تثبيت. ثواني بس خلنا أطرد هذا. دقيقة. تعال أنت الحبيب، تسوي نفسك ما تشوف الحبيب. أنت برا، يلا أطلع. طردنا أول واحد منهم، والله عددهم كبير يا إخوان. كيف أركز في المباراة بالطريقة هذه؟ ما يمديك تركز وأنت عندك 70,000 واحد. يلا روح يلا اطلع. راح اوكي خلاص، هذا راح. المباراة هني ماشية وانا وضعي صعب، وكودي روز عنده فينيشر. اسف يا اخوان. يا ليل يا اخي، روح دقيقة. اسف لازم اطرد هذا، ثواني الحبيب هاي لو سمحت، مكانك موني. يلا بس يلا برا، يلا روح طردنا الثاني برا. ماشي وانا قاعد اطرد طول الوقت، يلا اطلع خل ركز في المباراه. اوف 1 2. اوه طلع منها وانا موجود. ايوه يا ساتر. سبير اوف. اوكي 1 2. والله طلع منها يا جماعه. اخر شيء توقعت اتعب، بس خذ لك استنر بس يا حبيبي، على بالك انا بحكم يعني وبس. شقا يلا بس انزل 1 2 3. انتهت المباراه يا جماعه، رومان رينز يفوز في المباراه. مباراة كانت جميلة، ندية، نقدر نقول يعني كان فيها تكافؤ وكان فيها عدل من الحكم. فانتهت المباراة جماعة بفوز رومان رينز. كيف بس يا اخوان؟ اتوقع انه شيء جدا جميل. المباراة اللي بعدها يا جماعة كلاسيكية شوي، اندرتيكر ضد تريبل اتش، طبعا كل نسخ قديمة تقريبا، والحكم راح يكون ذا روك. اوكي يا اخوان ارتكبنا خطأ بسيط، هذه المرة انا مو الحكم، هالمرة انا راح اكون اندرتيكر. يلا مو مشكلة، على الاقل مصارعة احبه. المهم وذا روك راح يكون هو الحكم. خذ تعال ابلع يلا ايه بوم ايه. يا ساتر والله اسحبها هني، ودي الجهة الثانية. يعني الشيء الوحيد اللي مضبوط في اندرتيكر هذا هو الملابس حقته، هي الشيء الوحيد المضبوط في النسخة هذه من اندرتيكر. الباقي شكله شايب والله، شكله كأنه عمره 50، وهني في هالفترة أتوقع عمره في بداية الثلاثينات، بداية الأربعينات الفترة هذه. روح فوق إيه. تعال قوم أح دقيقة، ودانا على طول الجهة الثانية. إيه حكم إيه حبيبي الحكم، المشكلة معضل يعني. روك تباحر شوي، خلنا نشوف. روح شوي اوكي، ودي فوق كمل عليه ايه كمل عليه يا بطل. نايس ليتس جو. والله راح فيها. هذا ايش قاعد يسوي؟ ايه كيف اقدر انط؟ اخي ما ادري كيف اسويها والله، ما ادري كيف اسويها ولا والله صارت والله. لا
سويتها والله بس سويتها بشكل غلط. انا اوريك انا اوريك. اوه روح 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 بجربها والله بجربها والله بجربها. روح روح روح. اح اح هاي هاي اوف شو بسوي شو بسوي. اوف يا ساتر يا رب. انا اوريك. ايه خل داخل خذ لك شوي طاقه خذ لك شوي طاقه خذ لك شوي طاقه. تو زين تعال هني تعال هني. اوكي تعال. لا غلط يا اخي غلط يا اخي مو قادر اسويها والله. ودي اسويها والله ودي اسويها. ايه 3 ايش قاعد يسوي هذا يا عم؟ يا حبيبي اضربها يا حبيبي اضربها. ايش قاعد تسوي؟ اح اح فايف ترى فايف ترى فايف ترى. اندرتيكر قوم قوم 6 قوم قوم. اوكي يرجع يرجعني بطل والله. كفو عليك كفو عليك. اخ ما قدرت والله. ودي اسويها بس مو قاعد تضبط. والله ودي اسويها ثواني حتى لو على الحبل اللي في النص بس خاطر اسويها. اوه لا 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 لا. اخ يا اخي كنت فاهم. وين ولا وين حتى ولا شيء. صد قوم تيكر قوم تيكر قوم برا. ما ضبطت. إيه زين هذا بطول الوقت بيسحبني ولا شنو؟ خذ يا حبيبي. أح أوف 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 أوف. روح. لا ما 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 ضرب. ما كنت فاهم ايش قاعد يصير اصلا. ما كنت فاهم ايش قاعد يصير. تثبيت حبيبي. روح انت حتى وين مو قادر تحسب والله حتى وين مو يا حبيبي. تراك تعبتني معاك تراك تعبتني معاك. اوكي هذه واحده الحين ابي اوقف. ليتس جو. اخيرا سويتها اخيرا سويتها. قوم قوم قوم. تعال تعال يا حبيبي وخذ لك هني على السريع على برا. دوم ستون يا ساتر. اوكي عادي عادي. 3 الرجال طبعا انتهى. ممكن تمسك الزاد ممكن تقوم. اوكي والله عاد مالي دخل انا. تعال والله ترى ذروك عنده فينيشر. ها يا حبيبي ها خذ لك بس. عيد عيد العد معلش. ما بالمباراة تنتهي بالطريقة هذه. تعال داخل قم. تعال تشوك سلام على المفروض اول تشوك سلام بس مو مشكلة. اح لا لا اح لا 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 لا. يسوي هذا. تعال 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 يا عمي تعال. تعال بس تعال. ها بتوقف بعد بتوقف بعد. ايوه نايس. ايش قاعد تسوي ايش قاعد تسوي؟ يمديني اروح فوق يمديني اروح فوق. اوكي حركات حركات زمان. خذ قوم قوم. تعال تعال خذ لك على طول توم ستون. ليتس جو توم ستون. ثبت ثبت. يلا 1 2 طلع منها طلع منها والله طلع منها والله طلع منها
والله يا جماعة طلع منها مستحيل. والله يا اخوان طلع منها، انا مو مصدق. روح. ايه ما ضبطت. لا 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 المفروض صديت. شو بسوي؟ لا لا تعال صد. فاهم انك، فاهم انك يا حبيبي، فاهم انك يا حبيبي. تعال اوف. تعطي تيكر كف. فنشنا فنشنا، انتهت المباراة، انتهت المباراة. اي اطلع 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 منها. تكفى تكفى. الله يستر، انا ما اعرف، ما اعرف كيف اطلع من التثبيت اصلا. اوكي حبيبي قوم، حتى وين ما فيها، حتى وين ما فيها. قام في الوقت الصح، قام في الوقت الصح. اوه خطيره هذه، شلون مربع. قوم 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 عني، قوم عني، قوم عني. اوه ودع وجهي، ودع وجهي. هلو قوم. ايوه اوكي، شوية لياقة لأن حبيبنا بيموت. لا تباعد في آخر لحظة. والله تباعد عني، والله مباراة نارية، والله يا جماعة مباراة نارية، مباراة نارية يا جماعة. بعدين لا لا، هاي مع نفسك، مع نفسك والله. تعال داخل. متى راح خلص عليه؟ أما الحين فوقت النهاية، أما الحين فوقت النهاية. تعال 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 يا حبيبي، ليتس جو. بوم. ثبت ثبت. احسب حكم، حكم 1 2. هذا استهبال ترى، هذا استهبال، هذا استهبال، هذا استهبال. بس من فوق انتهى، من فوق انتهى، من فوق انتهى. الحين في شدة، مستحيل. 1 2 3. انتهت المباراة. يا ساتر والله يا جماعة، تعبنا بشكل مو طبيعي. أخيرا انتهت المباراة. أندرتيكر أبدا مو هذه نهاية المباراة حقته، هذا تأليف يا إخوان، نهاية تأليف. بس يلا ما علينا، نمشي لهم. زين هاي النهاية؟ إيه لا لا، حين حين نسويها هذه يا جماعة، هي نهاية لما يفوز أندرتيكر. سوي الحركة هذه. المهم معنا يا إخوان، لايك واشتراك، تابعوا المقاطع هذه. سلام.